حياكم الله. انا اليوم موجود عند اعمار عشان نشوف مشروعهم الجديد بمينا راشد. خلينا نشوف مشروع مع بعض وبعدين خلينا اقول لكم شو اهم النقاط بهذا المشروع. واول شيء بنبدا بالموقع. هاي خريطه مشاريع اعمار راشد يخت المارينا، موجود بهذا اللوكيشن تقريبا 25 دقيقه بعيد عن الداون تاون، بس كمان هو قريب على كل الاماكن الحيويه بدبي زي مثلا البنك المركزي، دائره الاراضي والاملاك، كل المباني الحكوميه موجوده بدبي، موجوده بمنطقه ديره وبر دبي، وهذا كمان تعتبر السوق القديم بدبي، يعني كمان هو بزنس هاب مهم. وهي المنطقه الوحيده اللي في عندنا فيها فري هولد، هون في عندنا بالماري تايم سيتي ودبي ايلاندز، وباقي المناطق ما فيها فري هولد، ما فيها تملك حر. وهون زي ما موضح معنا مشروع مينا راشد، المشاريع اللي كانت تنزل قبل كلياتها بهالجهة على جهة اليسار. آخر مشروع نزل هون كان المارينا فيوز، لأن ثلاث أبراج بإطلالة على المارينا بهالاتجاه. حاليا نحن عم بنزل المشاريع اللي عنا نازلين بير بوينت 1 و 2 موجودين هون، وبورتو فيو موجود هون. فكل المشاريع اللي هلأ عم تنزل على جهة اليمين، هون عنا الكوين إليزابيث. اللي راح قبل على المنطقة بيعرف انه هون الكافيهات الموجودين هون، ومركز مبيعات اعمار موجود هون بهالمكان، فهلا كله عم بيمتد على الجهة اليمين من المشروع. وعندنا هون المباني زي ما انتم شايفين اطلالة دايركتلي على المارينا وعلى البحر. هاي اول بيلدينج بورتو فيو، وهون في عندنا بير 1 و 2، تقريبا المباني تقريبا نفس الشيء، نفس الفيو تبعهم، فحيكون فيهن غرفة وصالة، غرفتين ثلاثة، والمهم واهم شيء هن التاون هاوسز الموجودين تحت. اسعار تقريبا 8,700,000 بيبداوا، لانه هدول كثير قلال والاستثمار فيهم على فكره كثير ممتاز. بعدها ثلاث غرف تقريبا بيبدا اسعارهم من 4,000,000، طبعا هن بيكونوا على الزوايا باطلالات مباشره على البحر. الغرفتين بتبدا تقريبا من 2,800,000، بس هاي الاطلاله الخلفيه. الاماميه طبعا بتوصل اكثر من 3,200,000 تقريبا، والغرفة وصالة في بس لاي اوت واحد قدام موجود بهذا الاتجاه هون، باقي كلهم ورا، تقريبا اسعارهم تبدا من 2,000,000 درهم. وزي ما شرحت قبل انه المشروع بمنطقة تعتبر فري هولد، تملك حر، والمناطق اللي حدها هي مناطق حيوية جدا، فنحن فعليا موجودين بالاسواق القديمة تبع دبي. مشروع ممتاز جدا للسكن او للاستثمار. يلي حابب معلومات اكثر عن هذا المشروع او اي مشاريع من اي مشروع من مشاريع دبي ممكن تتواصلوا معي. كان معكم بسام مستشار عقاري في دبي.